مين؟ تفضل. صباح الخير حضرة المدير. اهلا، يا صباح الخير، يا صباح الانوار والخيرات. شو في خير ان شاء الله قبل الضوء؟ شو في خير ان شاء الله حضرة المدير؟ بس جايك انا بخصوص الكونترا تبع. لحظه 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 يا ابني، لحظه، ما شايفني بعدني عم باخذ فنجان القهوه وعم دخن، بس تفتح راسي بالاول شوي قبل الضوء دغري، اعطينا شويه مجال بس لانه قلع. سوري انه هلا بشرب فنجان قهوه ومعك كل النهار. سوري حضرة المدير، كل النهار انا وياك على مسيو. مين؟ انور. انور اوكي. في عنا غير زبون؟ لا. طيب اعطيني مجال بس اخلص هيك، بس افتح راسي انا وياك. بعتذر منك. يلا يلا بعتذر منك. يلا بيجي النشاط من قبل الضوء. ها حضرة المدير. نعم. بخصوص الكونترا بس يا حبيبي، يعني بدك تقلك تقراها وتمضيها. انا اذا ما فتح راسي مزبوط ما بقدر اخذ واعطي بكونترايات. هلا هيدي رابع سيجاره وهيدا ثالث فنجان، بس بعده راسي مسكر ما فتح. طيب هلا لما يفتح راسي بنشوف. مسيو بطيخ. مسيو انوار. انوار طيب. هلا برجع لعندك. طيب ماشي. طيب ماشي. طيب ماشي. ما شو في ورانا؟ سوري سوري، ما واحد راسه مسكر بكون عم الضوء هذا. حضرة المدير، يا واقعة بخصوص الكونترا تبعه للسيد انوار. خي في شيء وراك انت يا حبيبي؟ لك بعده راسي مسكر، شو بدي اقول لك يعني اكثر من هيك؟ عم بشرب قهوة هلا، هيدا الفنجان الخامس وهيدي ثاني علبة، راسي مسكر قبل الضوء ما في. انا بدي تفتح راسي بالاول ماشي، تقدر اخذ واعطي معك. بعتذر منك ما تعصب. كل ما هو راسي مسكر ما راح اقدر اخذ انا وياك بالمسيو بطيخ. ما تعصب مسيو انوار، خلص ما تواخذني. تفضل خلي يفتح راسه ورجع. تفضل يلا بيفتح. يا الله اليوم، يا الله اليوم. حضرة المدير. نعم. هيدي الكونترا. يا حبيبي. بدك بس اقراها لنمضيها. بعده راسي مسكر ما عم يفتح يا خيي. لما يفتح راسي بنحكي انا وياك بالكونترا. روح ارجع تاع بعدين. لك شو بدي ارجع بعدين؟ صارت الساعه 6 وخلصت الدوام، بدنا نسكر الشركه. ديجا؟ لك ايه ديجا. اوريدي صارت 6 عن جد عم تحكي؟ لك ايه صارت الساعه 6، بدنا نسكر. روح وتعا وتعا وروح. بس بعد ما فتح راسي. ليك حبيبي بكره بكير الصبح. لك اي بكره؟ صرنا جمعه هالحاله. كل مره صرنا 7 ايام 8 ايام. اه والله. روح وتعا لو يفتح راسي بتحط لي الفنجان القهوه بتطرق بيها الدخان. طب ما كونترا بده ينمضى. طب ما بينفتح راسك. لك ينفتح، يبعت لك مين يفتح له هالراس؟ شو هالشركة إذا بتريدوا هيك بدنا نكون نحن على الطريقة الأجنبية شغلنا، يعني ما حدا يقول لي دايرة رسمية ما دايرة، هيدي الفكرة عن الدوائر الرسمية بدكم تلغوها، نحن صار شغلنا على الطريقة الأجنبية، بالدور، بالنظام، كل واحد بياخذ معاملته على الأد، ظبطوا الصف إذا بتريدوا، لاين وكله رح يمشي، أوكي عم تسمعوني؟ إذا بتريدوا تفضل. هيدي اللعب يمين وشمال وقصص هيك. يلا لحظة معك. أوكي حبيبي تفضل. شكرا شكرا. اللي بعده خير. يعطيك العافية. سرعة سرعة. أهلا أهلا. يلا أهلا تفضل. أهلا وسهلا فيك. شرف. يا هلا يا هلا. نحن هيك دغري على الطريقه الاجنبيه. برافو. خلص لا لعب ما بقفي. ها يا حيه. ها شريف هدي هاي لحظه، خليك معي بس. ها اهلا وسهلا. هيك بقى تمشي المؤسسات الرسميه بقى. تفضل تفضل. اهلا اهلا اهلا. يلا شريف لحظة لحظة. إلك وين رايح؟ ولو تاخذ معاملة ناقصة نحن بنعطيك إياها كاملة. شريف على الطريقة الأجنبية. أهلا على الطريقة الأجنبية. طبعا طبعا كله بده يتغير. يعطيكم العافية. أهلا الله يعافيك. شريف في عنا هول بس بدهم طوابع. إيه في الأمضل كريم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ها تكرم عينك. ها على الطريقة الأجنبية. هاي وحدة وهي وحدة. مؤسسات ماشية مثل الساعة وعلى الساعة. تفضل. شكرا. وين ندفع؟ اهلا تحت على الرابع. شكرا. اهلا بونجور. اهلا بونجور. ما معي وقت اذا بتريدي. ما معي وقت بس بدي الختم انت ماضي لي. تكرم عينك تكرم عينك. خليني دقق فيهم بس على الطريقة الأجنبية اذا بتريدي.
مظبوطين؟ ها؟ مظبوطين، لحظة صغيرة. لا سوري، بعتذر منك على الطريقة الأجنبية، خلص الوقت هلا بهاللحظة. بس لحظة، بس إلي ساعة واقفة. إذا بتريدي بعدنا عم نحكي على الطريقة الأجنبية، صرنا بس تكويع خلص خلص الوقت. بس بكرة بس الساعة 2 الصبح إذا بتريدي. لو بشرفك بتعرف قد إيه إلي دكتورة؟ خلص 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 أنا عمول معروف كلها طابع، كلها طابع. مدام الوقت خلص يعني خلص، هيدي كفيها لإلك معي. الوقت خلص يعني خلص، عشو عم نحكي على الطريقة الأجنبية؟ إلي ساعة ناطرتهم من الساعة أكثر من ساعة حتى. لازم نتماثل بالدول الأجنبية، كله بأوروبا هيك وبأمريكا هيك، بس تروحوا لبرا بتصيروا بتحكوا إنه بيوقفوا بالصف وبيوقفوا على الوقت، خلص على الوقت خلصنا بقى. طب خلص ظبط لنا إياها على الطريقة الأجنبية، رجعنا مدام على الطريقة اللبنانية، استثنائياً بس على الطريقة اللبنانية هلا، رجعنا بس ابتداءً من بكرة. يسلموا الساعة 2 الصبح. إيه. كله بيرجع على الطريقة الأجنبية. أوكي، ميرسي، كلك ذوق.